قناي برحمه. حنا كنتواجدوا اليوم في لافاليز ديال المحمديه. نبغيو نعرفوا هذه المهنه ديال الصيده واش وردتيها ولا جات بحال هكا؟ لا غير هوايه. غير هوايه؟ هوايه. شحال المده وانت كتمارسها دابا؟ تقريبا ما كاينش بزاف. ما كاينش بزاف شي شي يعني نقول لك شي 4 شهور هذه ولا 5. نبغيو نعرفوا في الصباح مثلا معاش كتجي شي واش يوميا؟ لا تقريبا نقول يوميا مختلف الجامعه اللي ما كنجيش. الجامعه اللي كيفاش؟ الجامعه اللي ما كنجيش. يعني كتقضي تقريبا ساعات كثيره في النهار هنا؟ بزاف كاع تقريبا نقولوا 12 ساعه 16 ساعه. كنصلي الفجر وكنخرج. وكتخرج هنايا؟ وملي كتجي هنايا في الصباح ما كيعترضكش مثلا شي مشكله بحال هكا؟ ما كاين حتى شي مشكله. ما عمره وقعت لك شي مشكله؟ لا ما كاين حتى شي مشكله الحمد لله. ما كاين حتى شي مشكله هنا. ما كاينش شي شركه ديال الحراسه ولا شي حاجه اللي كتجي؟ كاين البوليس. كيجيو مره البوليس غادي يدير. يلا استوعد. يلا كنوعد. يعني ما كتكون حتى شي حاجه اللي كتضايق؟ يلا كنوعد. ما كاين حتى شي حاجه الحمد لله. الحمد لله ربي نشكره. ما كاين حتى شي حاجه كاع اللي غادي يعني اللي غادي ديرها شي هاد الناس ما كاينش. المهم بالنسبه لكسر تقو شويه بعدا مزيان شويه هنا. الله ينزل البركه توحد ما عرف كتكون الجميله. الله ينزل البركه. كتقولوا نتوما يا المقله. الله ينزل البركه. المقله ديالك كيفاش كتطلع كل نهار؟ المقله ما كيمشيش لسان بلاش. مره شويه تشربوا مره شويه زريقه مره كل مره واشنو كاين كل مره واشنو كاين دراعي ولا هادشي اللي كتصيدوا هنايا واش كتبيعوا في المارشي ولا ربما بعض المرات كتبيعوا هنايا كل الناس ما مقاداش. كاين اللي كيبيعوا الله يكون في العون. كاين اللي كيتعيش من عيش كاين اللي معيش منه وليداتو الله يكون في العون. اللي ما كيبيعوش بغيت تقول يعني هو اللي كاين اللي ما لا كاين اللي كيبيعوا معيش به وليداتو عنده اسره. اييه بحالي انا ما كنبيعوش خا نشد عشاء يعني هوايه ندير ولادي يشوفوا ولادو ولا الجيران يوميا كياكلوا الحوت على هذا الحساب. تقريبا داكشي عرزاق. داكشي رزاق هو الحوت فيه الفيتامين. داكشي رزاق. داكشي رزاق. شكرا. السلام عليكم. الاسم كريم. ابراهيم. شحال تقريبا انت كتمارس الهوايه ديال الصيد؟ المهم انا بالنسبه لي انا غير هاوي خدام طونطون كنجيني انا غير باش كنقضي الفراغ ديالي ما كاين. انت شحال تقريبا دابا بديتي كتصيد؟ انا زريبت انا خدام في المصابات يعني علاقه مع البحر ملي خدمت من كيفاش جات هذه الهوايه ديال الصيد؟ كما قلت لك انا مع كاكا هو البحر كان نصح اي واحد البحر يعني كتفرج فيه بحال مثلا في النهار جيتي وما صيدتيش الحوت ولا كيفاش كت لا ما كنجيش كنصيد انا كنجي غير مثلا حيت الهوايه ضروري خاصك ماشي مشكل ماشي مشكل. حنا كنصرف فلوس باش كنشريو هاد الهوايه. وشنو توجه الناس اللي باش يتواجهوا للصيده؟ انا ماشي كنوجه كل واحد كيفاش يعاشر القصبة؟ هاد النداء من هاد الموقع ديالكم يعني كيما كتشوفوا هنا هادي ناس هادي بلاصه يعني كاين الناس اللي كيتمعشوا هنا يعني الزياده وداك الشيء سالت المعاش واحد الاهتمام لانه زيد هذا كنت سولتي السيد على السيكوريتي هنا راه هاد الناس هما اللي كيديروا لا سيكوريتي هنا لان هادي ستا فرونتيير بعدا اولا كاين رجال الامن بيان سور مشكورين لانهم كيقوموا دورات هنا يعني بيرمانون ولكن هاد الناس هما يعني لا سيكوريتي زعما لوكال اللي خصها الانسانيه بعين الاعتبار هاد الناس السياده كنتمناو الاهتمام شويه لان هذا متنفذ ديال المحمديه وخص كنطالبوا الجامعه المحليه باش تنقي هاد يعني وتوفر الناس ديالهم باش يكونوا السياده في يصيدوا مزيان يكونوا تا هما في كتلقاو شي ازعاج بعض الخطرات من بعض الاشخاص مثلا اللي واش غنقول لك هذا ما انا ما عمري لقيت هذا المشكل. كيفاش جاتك الهوايه ديال الصيده ديال القصبه؟ هي باش كبرت الوليدات. هي باش كبرت الوليدات هذه هي الحياه. والحوت اللي كتصيد هنا واش كدير تبيعو؟ كدير كتبيعو؟ عندك كليان ديالك كتبيع لهم ولا؟ غير مع الوجوه بحالك الا جا شي حد كيدي. النهار اللي ما كتجيش للبحر واش كتحس بشي ضروري خاصك تجي للبحر؟ خاصني المرض كنمرض ما كيبقاش عندي حس الصحه كاع حتى دابا ما بقى عندنا. وانت كتصيد هنا في لافاليز بالضبط؟ لافاليز معروف البلاصه ديالك. معروفين الحمد لله من اول معنا رياس وماتوا. وعمرك شفتي حضرتي شي حادث هنا شي واحد كيصيد وطاح في البحر؟ اييه
حسن كان معنا كان معكم بنفس ما طاحنا في البحر هذاك مسكين كطيحوا واحد عروسه وكان مع اخو كيفاش ما لقى والو وشي واحد من المواطنين العاديين هنا ما هذوك كيطيح واحد طاح واحد العامي شي باني شلينا في التاريخ ديال البحر على ذاك الاسميتو احكي لنا على ذاك الاسم ديال ديك الصخره ديال ديك الجزيره المحمديه قاعد كيعرفوا شنو كيف الاسم ديالها الجزيره هذيك ديال السنسله الباطو اللي مدرجها هو هذا قرج انا باطو هنا طايح هنايا الباطو ديال البرتقيس الحرب العالميه باقي فيه واحد النص طيح طيح بعد ما نسكي عرب البحر كيبان 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 جبل البحر عجيب عامر دابا ما كاينش والو وشنو الناس اللي ما عندوش مع البحر واللي ما كيصيدوش شنو تقول لهم باش يوليو يعاشروا القصبة واش غادي تقول لهم انت داير البيروت واحد كيدير الدور كيدير فوق منك حيت كاينين شي وحدين كيديروا غير هوايه هادو كيبغي غير يدوز الضوء كلشي هوايه كلشي من هنا هي القصبة كتلهي الناس على بزاف ديال الحوايج. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم كريم؟ القاضي عبد الله. القاضي عبد الله. نبغيو نعرفوا واش انت من الساكنة ديال المحمدية؟ إيه. شحال المدة وأنت هنا كدير الصيدة؟ تقريبا مدة 16 عام. مدة 16 عام. ما اختص بالضبط بالصيدة ولا كتبيع لها الصياد اللي كاين هنا في لافاليز ديال المحمدية الطعمة ديال الحوايج؟ مرة كنصيدوا ثلاثة وليدات وطرس. في المدارس كدور معاها؟ هذاك الشيء. بغيو تشرح لينا هذه الدوده هذه منين كتجيبوها كنضربوها من الواد كضربوها من الواد الى واد بالضبط هنا اللي كاين الواد الحار كيجي منو كيفاش كتباع الوحده ولا كيفاش صراحه اقل مبلغ شنو هو اللي يبغيو يعرفوا الناس 5 دراهم 5 دراهم 5 دراهم شحال فيها مثلا وكاين شي نوع للصيده من غير هذه الدوده هذه كاين كوطو كاين الكوطو كاين الكريش هذه واش عندها هذه عندها شي وقت محدد اللي كتكون فيه في السنه ولا كتكون دائما لا دائما دائما كاينه شنو اللي كتكون قليله او كيكون ربما عليها الاقبال اللي هي اللي كتجيب الحوت ولا شي حاجه ربما سناتيه سناتيه كيكون زناس شنو هي الفتره ديالها هذه كتكون في اي وقت هي هي في اي وقت ولكن قليل في كتصادفوها وقيله هذيك صعيبه شويه تكون مره دابا هاد الصياد اللي كاينين هنا كاينه الدوده حرشات هي دابا نبغيوك تشرح لينا هاد الصياد اللي كاينين هنا من راس الحياة حتى واش دائما هما نيت اللي كيجيو لهنا لافاليز كل واحد عنده البلاصه ديالو ولا كيفاش؟ مرة بنادم كيصيد هنا مرة كيصيد في اي بلاصه فين ما رشقت ليه فين ما فين ولكن بنادم اللي هنا مرسم هنا اللي كيصيد راه ديما كيصيد كيبقى يتفائل بهذيك البلاصه عنده نبغيو نعرفوا البلاصه ديالها البلاصه ديالي متنقله البلاصه ديالي هنا الحجره انا كاين الحجره هذيك هي الحجره ما كيوقع في الحوادث شحال شي واحد شي واحد مره في عام داكشي ديال الله داكشي ديال الله مره كيطيح مره ما يطيحش ما لقيتوش مع شي واحد بحال هكا الدراري شحال عندك شي كلمه بلا طاح الحجر كيكون صعيب شويه عندك شي كلمه توجهها للناس الهواه ديال الصيدة شي كلمه الهواه الحقيقيين الناس الناس ما هذوك الناس خاصهم دعم خاصهم